يتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته الكريمة يوم غد الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري الاحتفال الذي سيقام بمركز عيسى الثقافي لتقديم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة 2018-2019 والتي فازت بها مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية في مجال الخدمة الإنسانية